من المواقف الطريفة، هذا قصة حصلت لي أنا تقريبا قبل 11 سنة. القصة هذه تكلمت عنها بالسناب وأغلب المشاهير شالوها، لكن أخلفوا بعض الكلام فيها، لكن بقول القصة الواقعية. هذه إحدى أخواتي الله يحفظها تشتغل إحدى المستشفيات، وكان فيه طالعين المتميزات بالجامعة أو كلية، فكانوا يطلعون زيارات للمستشفيات أو المواقع تعرفون هذه اللي يعطون تقبل الذاكرة. فتقول أختي بداية القصة يعني أن البنت طلبت مني حوالي الساعة 11 أضحك، إذا طلبت مني سجادة تقول أبي تكفين السجادة وأبي مكان أصلي. قالت أختي وش تبي تصلي الحين؟ يعني ما كانت أختي على بالها أن تبي تصلي أضحى. قالت أبي أصلي سنة أضحى. أختي تقول أني صراحة عجبت بهالبنت، فحطت بالها البنت دي، تعرفت عليها لين تأكدت من البنت وين ساكنة وش وضعها وش عائلتهم. فبدأت بالموضوع، قالت محسن أنا وأنا أختك في واحدة كذا 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 وضعها، وإن يعني أخلاق وجمال ودين كل الصفات الطيبة فيها، فأتمنى أنك تأخذها فرصة. قلت والله أنا ما أقدر، أنا رجال راعي طلعات رحلات صيد مكشات، ماني لما الزواج الحين حاليا، هي ترى المعلومة هذه أول خطبة لي. المهم بعد ضغط من الوالدة وأختي رحنا خطبنا منهم، كان موجودين إخوانا، خطبت منهم خطبة رسمية، وقال طلب أخوها الكبير رجل ملتزم، ما سأل عن أنت وش وظيفتك وش وضعك، قال أبي ورقة من إمام المسجد إنك محافظ على الصلاة. جبت ورقة من المسجد، قال حنا نبي نتشاور وبعدين نعطيك خبر عشان تجي تشوف شوف الشرعية. المهم بعد مدة دق علي وقال الله يحييك تعال عشان تشوف الشوفة الشرعية. جيت أنا وأنا كنت موجود عندهم، دخلت البنت كان معها عصير، أنا أول مرة بحياتي يعني تصير موقف ذا. فيوم دخلت البنت أنا تدوكرت الصراحة وقفت، فقال أخوها الكبير وين وين وين؟ قلت ما أدري والله، كاش فيك أنت؟ قلت ما أدري والله. المهم جلست أنا، جلست البنت، أخوانا قاعد يضحكون، أنا تدوكرت يعني ما صار لي موقف ذا. قعدت البنت، قال أخوها أنا طمست صراحة من الحياة طمست، قال أخوها ناظر البنت، ناظرت قعدت ناظر البنت لي شوي وطمس، قال بحال ناظر البنت خلاص تمشي. قلت خلاص خلاص تروح، قال شفتها خلاص قضيت. قلت قال توكل على الله وأنا أخوت. البنت طلعت دخلت عند أهلها مني، أنا عطول طلعت وشغلت ومشيت، ما قلت عن إذنكم ولا قلت شيء أبد أبد، يعني ما جاني هبال ما أدري وش اللي صار لي. أنا اختلفت، طلعت أدور بالسيارة أدور المشكلة أدور بنفس الحارة، أنا ما أدري وش اللي طلعني ولا أدري. قعدت تقريبا حوالي 10 دقائق وتدق أمي على جوالي، قالت لي وين أنت؟ قلت موجود. قالت لي زين وراك نسيت عند الحريم. قلت والله نسيت والله نسيت أهلي. فيوم طلعت أنا والوالد وأختي قالت أمي وش فيك يا وليدي؟ وراك كذا. قلت والله يما خلاص ترى المعمية ترى خلاص ترى أبي البنت. قالت أمي لا يا وليدي تستخير الله. قلت يا بنت الحلال بس كلمة ترى موافقة بستخير الله. قلت أمي لا والله ما يتم شيء لين تستخير قدامي، ترى هذا زواج وليدي مو بلعب، الله يجزاه الجنة. المهم قالت لي أول ما دخلنا البيت قالت رحت توض وتعال بيك، توضيت أنا وقالت صلي ركعتين وأسأل الله الخير. صليت سبحان الله اشتقت إني أصلي ثاني مرة. قالت أمي بكرة صل بس تجي تصلي عندي. صليت جماعة الخير 4 مرات أصلي وسبحان الله ما عاد أبي البنت اللي كنت أنا مندفع بيها. هل لي يوم تدخل واقوم ما ادري وش اللي اختلفتي وطلعت ونسيت امي واختي؟ المهم قعدت مده حوالي 10 ايام، دق اخوها الكبير السلام عليكم هلا محسن شلونك طيب؟ وش صار عليك؟ ما ردت العلم انت. استخرت الله قلت والله استخرت بس والله يا ابو فلان الصراحه ما عاد يبالي. قال لعل بالامر خير يا ابو ولا يدري وش الواحد وش الخير فيه. والحمد لله واستر ما واجهتك، ما واجهت الا الطيب الله يطول عمرك. زين مالك جيت البريده؟ ترى المعلوميه البنت من البريده بس كانت تدرس بالكليه بعنيزه عندنا. فقال مالك جيت البريده؟ قلت والله لي جيت البريده. قال زين ابيك تبرد. قلت سم وش بغيت؟ قال ترك نسيت نعالك عندنا. شلون؟ قال يا رجال انت نسيت امك واختك مو بنعالك، ارجع خذ نعالك يا جيت. قلت ما بيهن. فهذا من المواقف المضحكه يعني، شوف لدرجه انه وصلنا الى النعال نسيتن.